ريمبر مي تو ريمبر مي الاسود لما سووا لويا وقالوا جايكم 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 صدق جايكم. اطياب الشيخ قرر انه هو يتفوق على نفسه سيريسلي يتفوق على نفسه. طبعا ريمبر مي ما له محبين ابدا ما له محبين لا عشاق والله العظيم ترى قاعد اتكلم من صدقي من صدقي قاعد اتكلم هو نمبر 1 اطياب الشيخ كل من يحبه كل من يعشقه حريم ريايل تينيجرز كل شيء كل الناس تحب ريمبر مي اوكي. فقرروا انه ينزلون عطر ثاني اللي هو ريمبر مي بس الاسود. انتم مثل ما انتم عارفين ريمبر مي لونه ابيض هذا الاسود خلطته مختلفه لكن اللي حب ريمبر مي 1 راح يعشق ريمبر مي 2. شنو مكونات ريمبر مي 2؟ نسبة خشب العود زيوت فرنسية مع ورد. أنا أشم فيه ما ريحته وايد سبيشل وايد سبيشل وايد سبيشل. أنا تراوالي عطر من جماله عجزت أشرحه يقول لكم. أنا تراوالي هذا العطر راح يجتمعون عليه محبين الخشب محبين السبايس ومحبين السويت كل شيء. أحس خيال أحس صدق خيال والله صدق على تمدوها اتوقع هذه انا حاطه جلد عود اوريدي انا اكملها اتوقع تطلع خيال بس ما يبين احس لازم اخلطهم فوق بعض اثنينهم جلد عود مع ريمبر مي تو يا ويلي. اليوم نزل ريمبر مي تذكرني اذا زاد الهواء الاسود خيال خيال خيال. اليوم راح ينزل المحلات ونزل البوتيكات موجود ببوتيكي يموت يا جماعة يونيسكس تقدرون تستخدمونه كلكم. أطياب شيخ نحتفل بريمبر مي الجديد البلاك. والله طاعتكم بنات اليوم بكلمكم عن هذا العطر توه نازل بوتيكات ريمبر مي بلاك من أطياب الشيخ. العطر عبارة عن عنبر وخشب ومسك قوي جدا 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 للجنسين وايد حلو. ما أدري أنا صراحة بس شميته صراحة وايد 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 فرق معي لأنه تجربتي مع أطياب الشيخ محدودة جدا. يمكن أول ريمبر مي جربته كان الأبيض ما أدري ما حسيته شخصيتي بس هذا غير فكرتي تماما عن أطياب الشيخ. أحس إن هذا العطر راح يصير هبتي الحالية ودعمه أبدا لأني أنا من النوع اللي ما أحب العطور اللي تختفي بسرعة. هذا العطر ثابت ثابت والله الله لو حطيتي لو تبخرتي بعد ما حطيتي هالعطر أو حطيتي وتبخرتي راح يصير ثبات العطر والبخور شيء. عطر ريمبر مي الجديد طبعا هذا الثاني تو نازل. تبون رأيي بصراحة أحلى من القديم هذا كل اللي أقدر أقوله لأن القديم مايل على فرنسي أكثر. هذا لما تشمون ريحته يعني فيها سويت وفيها خلطة عرفتوا هذا وايد أحلى وايد 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 أحلى بصراحة أحلى من القديم يندن. شوفوا توا واصلني عطر من أطياب الشيخ طبعا حطته عندي في البوتيك بس توا يوصلني البيت يعني توا بجربه معاكم. شفت البنات حطوه فوايد عليه مدح فقلت بحطه عندي. هو الحلو انه هم يونيسكس يعني عادي حق رياير والحريم بس حسه حق نسائي اكثر ما ادري حسه كذي بس والله حلو حبيته. نطر شوية بعد يبرد اقول لكم رايي عدل.